عم بتقول أنور؟ أنت عارف حالك شو عم بتقول؟ أنا اللي عارف حالي شو عم بقول. هنادي شقة بتاخد العقل، رح تكتب لي إياها أمي باسمي، وأنا دغري رح أرجع حطها باسمك. رح أسكن فيها أنا وياكي، ما حدا يعرف فيكي أبداً، رح تختفي عن كل العالم. شقة باسمي أنا؟ ما حدا يعرف ويني؟ أكيد حياتي، أكيد شقة باسمك. ايمتى بتجهز الشقة وبيصير فيي انقل عليها؟ الشقة جاهزة، من الليلة فيك تسكن فيها. جاهزة؟ أكيد، شو عم بمزح معك؟ ليلى بدي انقل أنا. ليلى. أوكي حياتي، بس أنا بعدني هلا موصل الماما وعندي مشوار ضروري، من بعده رح أمر عليك يا أختك. وينو هالواطي هلا؟ أسعد بالضيعة مش رجع لبكرة. بيرجع وما بيلاقيني. رح يرجع وما رح يلاقيني أنور. مش عم صدق أنور، مش عم صدق. رح أخلص من القرف اللي عايش فيه. مش رح أتأخر عليك، دوب تيابك وتياب أمك. ما حدا رح يروح معي لهونيك، لا أمي ولا غيره. بدي أكون لك وحدك أنور، بدي أكون معك وحدك. بدي أطوي كل الماضي وبلش معك حياتي عن جديد.